اتوقع غاد كنا شايفينه. بسم الله بسم الله الله اكبر. اعوذ بالله واقسم بالله يعد الشجره. طب دقيقه دير بالك دير بالك ها. بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر يا الله الله اكبر الله اكبر دير بالك عاد الله خبى قول يا رب الله اكبر الله اكبر عزة الله تعالى الله اكبر الله لا بس تبارا نسيت سكرت. اسعد الله اوقاتكم يا اجمل المتابعين واحلى المتابعين بالكره الارضيه كامله. جماعه الخير قبل ما نبلش باي كلام بدنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. جماعه الخير راح اترك الكلام من لإله للعم ابو حياري، بس انا طالع اوصل لكم رساله اذا بتسمحوا، واخوك الصغير بطلب منكم هذا الطلب. اصراحه انا احط لكم رقم التليفون تاع التواصل الواتساب يا اخوان للعم ابو حياري، اي ناس حاب يتواصل مع العم ابو حياري يتواصل معه، بس انا طالع طلب اخوي من اخواننا، اي واحد بيشاهدنا يحط لنا لايك، تعليق حلو مثله، عرفتوا لي يا اخوان؟ وشيروا على قد المحبه، على قد المحبه يا اخي شير لك لخمس سته اللي بتحبهم لاصدقائك شير لهم. وبنفس الوقت يا اخوان احنا طالبين واحد تاع مونتاج وواحد بيعرف للتواصل الاجتماعي، اذا بي ناس هيك هي الرقم موجود يا اخوان تواصلوا معنا، راح نحط لكم اياه دولي وخاص اللي هو الاردني. واتمنى الكل يتواصل معنا، وصراحه اترككم على ابو حياري وشكرا لكل اخ شاهدني من منصتي هاي، شكرا لكم. يا هلا والله بالعم ابو حياري الغالي الابوي. حبيبي يا ابو حبايبي القلب، الله يسعد اوقاتكم ويسعد مساكم ويسعد كل المحبه لكم. حبايبي اليوم رجوعنا للشجرة اللي هي دليلنا يا حبايبي. حبايبي اليوم رجوعنا للمارد الأسود، مارد الأسود يا حبايبي صراحة خطير كثير يا حبايبي، والقرب منه يضرب الواحد يجيب ثمه على الجانب الثاني يا حبايبي. الشغلات اللي منفوت عليها يا اخوان فعلا صدقا يا حبايبي خطرة كثير، وخطورتها بالليل. ليش احنا بنطلع بالليل؟ انه ظهوره ليلي بعد اذان المغرب مباشره وبعد اذان العشاء يا حبايبي، ظهور الشياطين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهورهم بالمواقع هاي بكل وضوح. بالنهار احيانا ظهور قليل منهن حتى داخل الكهوف يوم نفوت يا حبايبي، مشان تكون الصوره يا دوب يبين او ما بظهر ظهوره بعد اذان العشاء. المناطق اللي احنا منفوتن الشياطين بتظهر فيهن بكل وضوح يا حبايبي. طبعا احنا زي ما شرحت لكم يا حبايبي اسال الان من نتوكل على الله ونخوض هاي المغامرة. بالله. المغامرة هاي اخوان اسر المارد الاسود. المارد الاسود بتشكل على كل جميع الحيوانات، بتشكل على بني ادمين، بتشكل على كل اشي ما بندري شو يصير معانا يا حبايبي. لكن اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. دائما احنا بنخوض مغامرات قويه ومناطق بنفوت اخطر من هالمواقع اللي احنا فايتينها، ودائما بنحط مخافه الله بين عيوننا. اكيد ومتوكلين على الله والنعم بالله. ودعواتكم يا حبايبي بجوز نروح اولادنا، بجوز ما نروح، حتى ابني يا رب ابني عدي يا حبايبي بدي اياك قلب زي قلب ابوك كيف باذن الله. اطيح اقعد اسبوع وانا بالغابه، اسبوع وانا بالوديان، كيف كنت اغيب عنكم على الدار؟ باذن الله. ابن البر ابن البر يا اخوان، مش انه انا اظهر بقوتي يا اخوان، لا انا وانا من صغري يا اخوان 35 عام وانا اخوض مغامرات تحت باطن الارض، فت الصحراء فت جبال فت وديان يا اخوان، عمره ما قلبي رعش او خفت، الحمد لله من فضل ربنا. ليس أكيد. عضلات ما هي بعضلات يا حبايبي، انا ما بحكي لي عضلات واللي انا بطل، لا انا متدرب يا اخوان ابن الغابه ابن الوديان ابن الصحراء، يعني انا انسان مغامر لي 35 عام وانا اخوض مغامرات قبل التواصل الاجتماعي يا حبايبي. بجزء التواصل الاجتماعي بجزء لي 4 سنوات او 5 سنوات او اقل، رب العالمين كنت اثبت جدارتي باثناء مسيرتي يا حبايبي. واللي بده يثبت مسيرته بالغابات او بالمناطق الخطره بده يكون قلب شايله يا حبايبي، وزي ما شرحت مش بالعضلات، هي قلب مجرد يكون انسان جاسر، والجساره لرب العالمين والحامي رب العالمين اكيد. لكن يا حبايبي
أنا بجزء شرحت كثير، لكن أنا بدي أعطيكم الفكرة وين بدي أصل وشو الهدف اللي بدي أصله. اليوم هدفي يا حبايبي بتهمني دائما شغلة واحدة، تدعونا بجزء نروح على أولادنا بجزء ما نروح. طبعا يا أبو عدي إن شاء الله اليوم بدي تمشي قدامي بإذن الله، إشي سمي بالله ولا تهاب، والله معنا ورب أكيد. العالمين دائما معنا يا حبايبي، والله دائما بنصر المظلوم دائما يا حبايبي. اللهم امين يا رب. متوكلين على رب العالمين. بدي افتتحكم شغله معينه وهاي تكونوا بالصوره يا حبايبي. اللي كان معاه الكتاب وحصلنا على الكتاب من طريق الختياره رحمه الله عليه ابو علي، فك لغز من هاي الشجره. حسب كلام الختيار الالغاز. كيفك منها لغز؟ اذا بدي اورجيك هالشغله. انا بدي اخذ كشافه واعطيك كشافه. تعال قضي لي هون يابا. يلا. صورهم جوا. صور جوا الشجرة من جوا يا اخوان فاضية. فك منها حسب كلام الختيار للغاز انه فك منها لغز من داخل الشجرة هاي حسب الروايات اللي بالكتاب موجود. اللي احنا رايحين نتبع الكتاب يا حبايبي حتى الشجرة هاي اللي هي دليلنا فك منها لغز. حلو. والشجرة اكبر دليل انه انطقت يا حبايبي والان فاضيه، واذا بتشوفها دعواتكم دائما معنا يا حبايبي. اكيد. نستمر ونشوف شو بده يصير معانا، كيف نأسر المارد الاسود ونتوكل على الله. توكل على الله. طبعا في بعد دلائل هون اشارات اللي متوجهه من هاي الشجره. شوفت عكو يا حبايبي بعض الجذور موجوده. شوف تفرجوا يا حبايبي، شايف اتجاه المربط الموجود هون واتجاه تمام. السيال طابة هاي شايفها تمام اتجاهنا هنا اتجاه هيك اتجاه صح حسب السراديب اللي طلع معانا تحت باطن الارض. تعال يلا خلينا نقول يا رب. الكشاف يا اخوان بلشت الكشافات يطفن شحن، ما بعرف بس كنت حاطنه على الشحن. خلينا نتوكل على رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله توكلين على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من امامي من خلفي من يميني من شمالي. يا الله يا رب يا رب يا با اي شيء لا تهاب، انا بدي اياك من السعوات تطيح قدامي. توكل على الله يا ابوي. ربنا دائما هو الحامي. أكيد. خلينا نقول يا رب. يا الله يا رب. طفل الكشف، هاي رد الشغل. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا الله يلا يا أبوي خلوا لي يا رب. بس في شيء. يلا. أنا بقول لك في شيء هون. قل لي لا. ما في شيء هون ولا هون. يا رب يا الله. يا ميسر الأمور يا الله. ما موقعنا هو تحت أتوقع غاد كنا شايفينه. بسم الله بالله الله اكبر اقسم بالله يعد الشجره. طب دقيقه دير بالك دير بالك ها. بسم الله الله اكبر بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم. اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله ما بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دير بالك ها. يلا ها. بسم الله احذر. بسم الله ايه دير بالك ابو علي عندك طور. بسم الله بسم الله الله بسم الله. اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله دير بالك. بسم الله بسم الله الله اكبر ايش طر الله اكبر. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا الله. الشيطان الرجيم. بسم الله. حج لا تغامر ولا تفوت هيك قصص. الأرفاق تحت. دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. توكلت على الله. حال أمي مقروء عليها. بسم الله. يا رب يا الله. دير بالك بفخ. دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب انك ترحمنا برحمتك يا رب العالمين. حج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اجي اصور عندك. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بسم الله. يا رب يا الله يا الله. بسم الله يا رب. بسم الله الله اكبر. توحد الله يا زلمه. الله الله اكبر. اقسم بالله. اجرام 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 حق النفس. اقسم بالله. بسم الله يا اخوان. ترى يا اخوان العظيم عظيم بلاد مين. ترى يا اخوان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دير بالك يا حج تقرب عندك. بسم الله. دير بالك تقع. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المره انا وياك لحالنا. بسم الله. تقل هيو. بسم الله. شو انتقل؟ بسم الله. دير بالك. بسم الله. تقل تحتيك. شو تحتيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. بسم الله. بسم الله. حج. الله اكبر. بسم الله. بسم الله. تحتيه بسرديب هو ولا شو قصه؟ وين راح هذا حج؟ شو انتقل؟ تعال الحقني يا عدي. شو بي؟ انزل عندك؟ اه. بسم الله. مسافة عالية. دقيقة يا حج. بسم الله الله اكبر. وييييي يا اخوان. بسم الله الله اكبر. يا ساتر. الله اكبر. بسم الله. بسم الله الله اكبر. اعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخوان العمى بحيرة طاحت تحت فوقي فخ. وقسم بالله اللي نزل علينا بسكر علينا الباب هذاك. خلينا أظني هون أحسن لي. بسم الله. سمح الله صار معه أي شيء نقدر أساعده. الباقيين طيحين هون. الباقيين يشتغلوا بهيك أكهف. فلين شكلهم موسخين وفلين هون. يا جماعة أنتم شايفين يا أخوان شايفين كيف؟ اقسم بالله انا مرعب والله العظيم. الفخر نزل علينا هذا. بسم الله الله اكبر. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بلشت حاليا خطي نصور جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وين راحت حج؟ الله اكبر. سامعني؟ اي وين الحج؟ الله اكبر. اي الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى اوعى. الله اكبر. هالت علينا المغارة. هالت المغارة. هالت 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 هالت. اطع اطع دقيقة بلاش تتعالى. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا علي. لا هذا تاب. اقسم بالله بحجار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انا يا اخوان حشرت. يا الله شبيه. دير بالك. يا 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 رب 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 يا الله الله اكبر الله اكبر. دير بالك حاج. قول يا رب الله اكبر. الله اكبر عزة الله تعالى. الله اكبر. لا بزت مارا. لا نسان سكرت. بجال الله بجال الله. حبايبي عصر النمرود مش قادر له صراحة. مش قادر عصره صراحة. بدي لازم تجي معي شيخ يظل يقرأ قرآن. يا أخوان لحالي ما أنا قادر له.
دفن علينا المغارة تحت باطن الأرض، نزل علينا صخر ما بيعلم بي إلا الله، لولا ما أذنت. أخي أيوه مش قادر. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي.